السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم من الخاص برسالة او بفيديو او بكلمتين شوية كلام كده، اتمنى ان هما ما يكونش فيهم جدال كتير علشان الواحد مش حمل جدال. حلو، جات لي رسالة من الخاص. والحقيقة الرسالة دي من نوعية الرسالة اللي تحرق دمي جدا وبتعصبني وبتخليني احس ان ايه هو في ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استاذة رنا، انا فلانة من كذا، متزوجة بقالي سنتين. في السنتين دول انا كنت اول سنة عايشة فيها اجمل ايام حياتي، او يمكن اول 6 شهور، الى ان بدأت تظهر شوية اعتراضات من الطرف الثاني او من زوجي على طريقتي واسلوبي واسئلتي. في بعض الاوقات بتوصل لخناقات، ساعات لمد ايد، ساعات يسيبني يروح يبات عند اهله. والموضوع دلوقتي واقف على طلاقي وانا مش عارفه اعمل ايه. يا ربي، ايه ده، ايه ده، واقف على طلاقك وانت بقالك سنتين، ايه المشكله؟ انا لما باجي اسال زوجي انت رايح فين او جاي منين، بتقوم حريقه. انا مش عبد عندك ولا شغال عندك، انا ليا الحق ان انا اروح مكان ما اروح واجي مكان ما اجي، مالكيش دعوه. طيب انا عايزه بس اقول لكم على حاجه كده، في حاجتين عند الراجل او هما 3 اسئلة الراجل لما بيسمعهم من الست بيركبوا مليون عفريت. ومش كل الرجالة، معظمهم، بعضهم. رايح فين وجاي منين، بتقبض كام، كلمتي مين النهاردة، مين كلمتك، مين دي، اللي بينكو. 3 اسئلة دول لو تقالوا للراجل بتعفرته. مش عارفه ليه ظنن منهم ان هم ساعات بيحسوا ان هم بيكونوا مستجوبين. احنا بنستجوب، او الشخصيات دي زوجاتهم بيستجوبوهم، مع انك انت لما تقيس الموضوع انت مش هتدي مساحه اصلا لتفكيرك انك تفكر حتى ها ان انا اسال مراتي انت رايحه فين. لا، ده انا اصلا هي مش هتعرف تخرج لما انا اقول لها اخرجي، اكون عارف هي رايحه فين، وتليفونها ده انا فره عندي، وفلوسها دي اما لو كنت بديها يعني فلوس. يعني طبعا في ازواج كتير ربنا يحفظهم، انا بتكلم في النوعيه دي من الازواج. يعني انا عارف فلوسها بتروح فين وجايه منين وبتصرفها على ايه، وانا اللي مديها اصلا. طيب ليه بقى، ليه العصبيه والضيق والنرفزه لما مراتك بتقول لك انت رايح فين؟ هل السؤال ده بيتقال في صيغه ان انا بستجوبك، او هي يعني بتستجوبك انت رايح فين، ولا حبيبي انت رايح فين، ولا ها ان شاء الله رايح فين؟ هي برضو الطريقه بتفرق، ما انت ما قلتليش انت طريقتك كانت عامله ازاي. بس في المجمل احنا لازم نكون منصفين شويه. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا بينكم موده ورحمه، او جعل بينكم موده ورحمه. الموده انا قلت الايه صح، لو انا ما قلتهاش صح يبقى سهي عليا. تمام، المودة والرحمة دي عمر المودة ما هتيجي ما بين اتنين فيهم طرف مش عارف او رافض انه يطمن التاني او يحسسه بالامان. عمر الرحمة ما هتيجي ما بين اتنين وفيهم طرف رافض انه يرحم قلب التاني وانه يطمنه ويقول له انت مهم عندي. حسبي انا ما تجيش تقف لي هنا، انت مهم عندي، ثواني خلص اللي لك، انت مهم عندي وانا بعمل ما في وسعي ان انا اطمنك واعرفك انا فين. الست لما بتسال، مش هينفع تيجي الست لما بتسال جوزها انت رايح فين وجاي منين، ما بتبقاش لحاجه غير انك بتطمن. انا جزء من البيت، انا جزء منك، انا جزء من الحياه، انا جزء موجود معاك زي ما انت عارف عني كل حاجه، انا برضو عايزه اطمن بيك واطمن معاك. مش هو اسمه ايه اللي محضر، مش تحقيق ولا محضر خالص. ليه بتفهموها كده؟ ودي برضو بترجع لعلاقة الراجل بالست، وللطريقة اللي قالت بها السؤال، وللحالة النفسية اللي هما بيكونوا فيها في الوقت ده، والمواقف اللي عدت دي كلها حاجات هنحطها في الحسبان. لكن انا بتكلم على الناس او على الرجالة اللي دي طريقة تفكيرهم. انا عايزة اقول لكم على حاجة، انا جد الله يرحمه، يعني على حسب الكلام لحد ما مات محدش، تيتا ما كانتش عارفه الله يرحمها، يعني الله يرحمه ما كانتش عارفه هو بيقبض كام. مفيش حد عارف هو بيقبض كام. ليه؟ هو ده سر عسكري، ده مش سر عسكري ابدا. فلازم تفكروا في الموضوع، فكر قبل ما تقول لها لا ما انتيش عارفه. ليه؟ ايه السبب اللي يخليها ما هياش هتعرف ليه؟ انت رايح في مكان مش عايزه تعرفه ليه؟
ما هو برضو ده حاجه تخليها تشك. وبعدين الرجاله بتزعل وبترجع تقول ده الستات نكديه، ده الستات بروح اخرج واجي متعكنن، بكون مع اصحابي مبسوط واجي متعكنن. ما هي لازم تكون معكننه، ما هي ما تعرفش جوزها فين، ما تعرفش رافض يقول لها، رافض يعرفها بيقبض كام، رافض يقول لها الفلانه الفلانيه دي كلمها ليه، ايه الفكره. يا جماعه طمنوا بعض يا جماعه، احنا الحياه ما بيننا قصيره، يعني مهما طالت هي قصيره. ليه ما تكونش الذكريات، لو سمحتي انس ما تحطش ايدك على الرينج لايت، ليه ما تكونش الذكريات والعيشه اللي احنا عايشينها مع بعض عيشه كويسه هنيه سويه، عيشه لما طرف يتعب ولا لا قدر الله يجرى له حاجه نقول ياه ده انا كانت اجمل ايام حياتي معاه، ده الشخص ده هناني هناني. الهنا ما بيجيش مع التوتر والقلق والعصبيه، السعاده والفرح ما بتجيش مع ان واحده قاعده بتاكل تهري في نفسها يا ترى جوزي فين ومع مين وبيعمل ايه. مش هتزيد حته يعني لما انت ترفض انك تقول لها بتقبض كام، يعني ما انت مصاريفك في البيت هي هي الا اذا كنت انت بتصرف على حد تاني. مش هتنقص بقى ولا هيجرى لك مشكله لو جيت قلت لها انا بروح في انا رايح المكان الفلاني هقعد على القهوه. الحاجات دي كلها والله العظيم بتطمن، حاولوا تطمنوا بعض، قيسوا الموضوع من ناحيتك ومن ناحيتها. يا جماعه احنا الحياه اللي احنا عايشينها دي، الراجل مع الست والست مع الراجل، كلنا سيبنا اهالينا واخترنا نعيش مع ناس في بيوتها ونتقفل علينا بيت واحد ويبقى في بيتنا حياه ونخلف ونقعد ونهزر ونضحك ونعيط، كل الحياه جات اللي في الدنيا والمشاعر هنعيشها مع الشخص ده. ما تخلوش الحياه دي حياه مؤسفه، حياه صعبه على نفسنا. اللي يعرف يطمن التاني طمنه، حسبي انس اللي يعرف يطمن التاني طمنوه، طمنها ايه اللي هيجرالك لما تقول لها. من حقها عليك انها تعرف الراجل اللي سايبها وخارج بره ده فين، من حقها عليك انها تطمن، من حقها عليك انها تعيش مرتاحه، من حقها عليك انها دماغها ما توديش وتجيب، من حقها عليك انك ترقف بحالتها وهي ست طلعان عينيها في طول النهار كنس ومسح وترويق كنس ومسح وتربيه عيال ومذاكره وكل الحاجات اللي الست بتعملها في البيت. ما هي بتاخد بتستنزف من طاقتها وبتستنزف من روحها ونفسها وصحتها وشكلها وهندمتها واهتمامها بنفسها، كل ده ليه؟ ليه يعني ليه؟ بلاش تستفزوا الستات يا رجاله، علشان هتسالوا امام الله على كل شعور هم بيحسوه، هتسالوا امام الله على كل دمع هم ذرفوه من عينيهم بسبب كلمه ما تقصدهاش بس اتقالت. مش عايز بقى اتقالت خلاص، انت بقى تقصد انت قلت الكلمه، انت تجاهلت شعور، انت ما كنتش عارف هي قاعده خايفه ولا زهقانه ولا متضايقه ولا حد قال لها انت في حته بيحرق دمها ولا ايه. افهموا دماغ زوجاتكم، وانت كمان او انتوا كمان يا ستات افهموا دماغ ازواجكم واعرفوا هم بيرفضوا ليه، ولو لهم دخل مفيش راجل ملوش دخل ومفيش ست ملهاش دخل، حاولوا تعرفوا مداخل بعض عشان تعرفوا تعيشوا. يا رب يكون الفيديو حتى ما يعني فاتكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على القناه والناس اللي كانت طالبه البس شريطه، ايه رايكم في الشريطه؟ يلا عقبال الجوانتي بقى، مش لاقي حد عندي والله بيبيع جوانتيات. فالله المستعان، تنسوش تعملوا سبسكرايب وعلى القناه دي وعلى قناه رحرحه. وفي حاجه حلوه قوي، البنات اللي كانت طالبه مني النقاب المسطره الحمد لله فضل الله توفر، والنقاب التانده توفر، والحاجات كتير اللي انتوا عايزينها محطوطه محطوطه موجوده عندكم على المتجر في البي جي. انا مش عارفه اخلص الفيديو، ما علينا. اليوم اللي تلاقوني بتكلم فيه وانس مش حواليا اقفلوا الفيديو، ما تسمعونيش، لازم اقعد هاتي في الفيديو علشان تعرفوا ان انس الحمد لله بخير، ربنا يبارك لي فيه. السلام عليكم.